هنروح دلوقتي نتابع جولة في المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات. البداية هتكون من محافظة الوادي الجديد اللي بتستعد دلوقتي لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأخبار تانية من أسوان والشرقية والقليوبية وكمان محافظة البحر الأحمر. النهاردة في جولة المحافظات هنبدأ من محافظة الوادي الجديد اللي بتستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركزين جديدين هما الخارجة وباريس، وده بعد قرب الانتهاء من المرحلة الأولى بمركز الفرافرة اللي انتهت بنسبة تخطت 85% من نسب التنفيذ. في سوهاج انتهت امبارح فعاليات افتتاح أولمبياد الكليات المتخصصة لكليات التربية الرياضية واللي بتنظمها جامعة سوهاج، والهدف من الأولمبياد إرساء روح الحب والانتماء بين طلاب الجامعات. في القليوبية أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الفرق المؤهلة للمرحلة النهائية لأول هاكثون مصري، وده عن المدن الذكية واللي هتقام فعالياته على مدار الفترة من 24 ل 26 مارس. عدد الفرق اللي هتشارك 478 فريق بيمثلوا 50 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة وأهلية. في البحر الأحمر استقبل مستشفى الغردقة العام قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق وكلية طب بنات جامعة الأزهر، وده للكشف المجاني على المواطنين ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر. القافلة هتستمر لمدة أسبوع. أما في محافظة أسوان فتم إطلاق المبادرة المجتمعية أسوان العلم الأخضر اللي هتستمر فعاليتها لحد يوم 22 مارس، وده في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحضر للأخضر، وكمان ضمن الاستعدادات لاستضافة مصر لقمة المناخ العالمي بشرم الشيخ. في الشرقية أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تنفيذ 17257 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بتكلفة 2,767,000,000 جنيه. المشروعات دي وفرت 51812 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.